بسم الله ان شاء الله نوصل كده على تليفون سامسونج ايه 54 اللي وصلت الاو 2 جي الاو 2 جي. ادي كده الريدر او القاري، وادي الميموري كارت اهو بيجي بيركب كده ماشي. ده اللي عايزين يقرا اكن ده فلاشه يعني، مثلا اكن ده كده فلاش، ما ده فلاش اكنه هو الريدر. وادي وصلت الاو 2 جي، طبعا التليفون لازم يكون بيدعم وصلت الاو 2 جي. نجيب دي كده اهي نركبها هنا اهو، تمام كده كده اكن ديت ايه. وفي فلاشات على فكره فيها اوتو جي وفيها يو اس بي من ناحيتين، ونوصل دي كده. نيجي ندخل على الملفات هنلاقيها هنا هون موجوده، ادي هنا بطاقه الاس دي، وادي مكان التخزين اللي هي ديت، ادي مكان التخزين، وادي بطاقه اس دي غير مدرجه، احنا مش حاطين بطاقه اس دي، وهنا مكان التخزين اللي هو اليو اس بي اللي احنا حاطينها يعني. بس كده هتدوس عليها بقى تلاقي نفسك دخلت على الـ على الـ ديت اهي، كل ده كده اللي موجود هنا اهو. والسلام عليكم.